الكبيره في الوزاره الكبيره في الاخبار. المنتج تبارك الله لقى اقبال وبغاو لينا الناس. هذا الكوسفيش اللي لقى تبارك الله اقبال مع الناس اللي هو صالح الناس اللي عندهم حساسيه بعيده، ناقصين الكالسيوم، ناقصين الكالسيوم، مانجيوم، فيتامين دي. هذا صراحه لقى اقبال وفينا كلياتيف تبارك الله بزاف، وحنا رانا فرحانين ونتمنوا التوفيق للجميع. السلام عليكم، معكم فتيحة هروال رئيسة التعاون الزهراولة. جينا من جهة بلميم ودنون عمارة طنطان، جينا ثاني مشاركة لنا في هذا المعرض ديال الوطن اللي جا هو من بين عربي شو حصيلة. حنا المنتوج ديالنا هو كسكسو بنكهة السمك، كسكسو الخماسي، كسكسو بالحروب، كسكسو التلاتي المقلي بالأعشاب. حنا جينا كنعرضو هاد السلعة ديالنا وكنديرو سميتو بيع وشراء ديالنا هنا في هذا المعرض. صراحة هذا المعرض فيه جميع الدول وفيه نتبارك الله من أحد أنحاء المغرب، كل واحد شنو جيب. المشاركة ديالنا هي نتعرفوا على الناس ونقدموا المنتوج ديالنا على أسامي ميورام ونبيعوا الجهة ديالنا. وكنشكروا هاد الناس اللي داروا لنا أحسن استقبال، استقبلونا هنا والتعامل مزيان تبارك الله. وهذا المعرض كان في واحد الجو اللي هو زوين تبارك الله، اللي هو فصل الربيع. لماذا لأن ما بقينا كاع شفناه، والحمد لله جينا دابا اللي كنتمتعوا بهاد الأجواء اللي تبارك الله راه زينة. وكنشكروا هاد الصحافة اللي دارت تبارك الله.